أفرزت الأحداث التي مرت على الوطن العربي عموماً وعلى سوريا خصوصاً أن هناك فريقاً من محطات الأخبار العربية تتوحد عنده الأخبار ومجريات الأحداث في إطارها العام بالنسبة لسوريا، فيما قد تتنافر أو تتناقض أحياناً فيما يتعلق بأحداث تجري في بلاد أخرى. في البحرين مضى نحو سنتين ونصف على حراك شعبي فيها، وهو الذي عم منذ بدايته معظم مناطق المملكة، ولم يخفف منه دخول قوات درع الخليج إلى البلاد لقمعه. التقاء أو تنافر مصالح كل من السعودية وقطر يمكن معرفتها من مراقبة أداء المحطتين الإخباريتين التابعتين لهذين البلدين. أثناء تنظيم البحرين لسباق الفورمولا 1 تباينت طريقة التعامل الإعلامي مع أحداث البحرين، فالمحطة الإخبارية القطرية عرضت جانباً من المظاهرات وأجرت اتصالاً مع وزيرة الإعلام البحرينية ليحدث صدام وجدال معها، فيما الوزيرة أكدت أن بلدها يواجه ما سمته إرهابيين وعصابات تخريب، وأن الصور التي نشرتها الوكالات كاذبة ومضللة. وما تشاهدون معظمها صور مكررة جاءت من أوقات مختلفة. هذه الصور بثتها الوكالات كلها بالتزامن في نفس الوقت. نعم صباح اليوم. نعم سيدتي، هذه الصور تبثها جماعات من البحرين إلى هذه الوكالات ووسائل الإعلام، وهذا الإعلام يأخذه بدون أن يتأكد. البحرين تعيش تحت الإرهاب، كله إرهاب، ونكرر ونقول كله إرهاب. أنا أسأل عن هذه التناقضات في التصريحات ولي العادة. عادة ما يقدم في هذه المحطات كلام المسؤولين بوجود إرهابيين في بلادهم من أجل التشكيك به ونفيه لاحقا. القناة الإخبارية التابعة للسعودية ركزت على تأكيد كلام الوزيرة بوجود إرهابيين يقطعون الطرق ويعرقلون حركة الطيران المدني بمناطيد مشتعلة ويرمون سيارات الشرطة. سباق سيارات الفورمولا لم يتوقف، لكننا رصدنا تطورا في الأساليب المستخدمة. أسلحة مصنعة محليا، مثل استخدام مطفأة الحريق المنزلية في قذف مسامير مدببة إلى مسافة 100 متر، ومحاولة إعاقة المجال الجوي للطائرات المدنية بإطلاق مناطيد تحمل مادة مشتعلة، رمي سيارات الشرطة بالزجاجات الحارقة المولوتوف، وقطع الطرق بالإطارات المشتعلة. بعيدا عمن أرجع سبب تغطية المحطة القطرية إلى الرغبة القطرية باستضافة السباق الرياضي، فإن التغطية بين المحطتين لم تتباين في البحرين فقط، ففي اليمن لم تكن تغطيتهما واحدة فيما يتعلق مثلا بموضوع إعادة المحكمة اليمنية النظر في محاكمة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، فالمحطة القطرية كانت تقدم الحالة على أنه من أصعب ما يكون. في اليمن قررت محكمة الاستئناف تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإعادة التحقيق مع رئيس المخلوع علي عبد الله صالح. أهالي المتهمين ومحاميهم استبشروا بالقرار. ضربات يتلقاها الرئيس المخلوع وأعوانه على أكثر من صعيد. المحطة السعودية في ذات الوقت كانت تستعرض عن الرئيس السابق برنامجا يظهر منجزاته ومناقبه. أحييكم وأقدم إليكم هذه الحلقة من الذاكرة السياسية، أيضا مع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. أهلا بكم معنا مجددا فخامة الرئيس. أبرز تناقضات طريقة التعاطي والتغطية تظهر بالنسبة لمصر، فمن يقتصر في متابعته على المحطة القطرية يصله أن مصر بعد مرسي اشتعلت تأييدا له، وقد انخفضت نسب البطالة فيها وذبح الفقر إلى غير رجعة، وأنها تتعرض لحملة إعلامية كاذبة. هناك خمسة أنواع من الحروب الإعلامية تمارسها وسائل الإعلام: حرب شريط الأخبار، بث الأخبار المرعبة بشكل دائم، أخبار الوسائل القصيرة التي تأتي طبعا على الموبايل، حرب الـ SMS، حرب المصطلحات وصف الأوصاف التي تستخدم، حرب الفيديوهات والمستخدمة بشكل مكثف. حقيقة لأنه يشعر الإنسان خارج مصر، مصر في حالة فوضى حينما يزور مصر ويجلس فيها أكثر من يعني 10 أيام ولا يلاحظ شيء مما يتابعه وسائل الإعلام، هذا أمر مخيف وخطير. فيما المحطة السعودية الملكية أظهرت المصريين يحنون إلى أيام مبارك. ملصقات انتشرت تعبيرا عن تدهور الأوضاع الاقتصادية وسوء الخدمات. نتابع. الحنين إلى عهد مبارك لم يعد سرا في مصر، ملصقات للرئيس السابق الذي أطاحت به ثورة شعبية منذ أكثر من عامين تظهر في مختلف الشوارع والمدن وحتى في مسقط الرئيس محمد مرسي.
المقارنة إذن تظهر أن الحقيقة ليست واحدة بدليل تباين الأخبار وتناقضها إلا في سوريا، فلن ترى أي من تلك المحطات يخبرك ويطلعك أن مئات الآلاف من السوريين عاشوا ظلاما دون كهرباء أثرت على المياه أيضا بتاريخ 26 حزيران 2013 بسبب تفجير المعارضة المسلحة إحدى خزانات غاز الفيول. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وهكذا تكون التغطية واحدة بالنسبة لسوريا فقط، فيما تتباين وتختلف بالنسبة لغيرها.